الناس اللي بتتفرج على الفيديو ديت ما تحكمش الا لما تشوف الفيديو للاخر خالص. قدامكم هي اهي يا جماعه، طالع يا جماعه جوهره الافعى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على كل متابعيني في العالم كله. احنا النهارده يا جماعه هنتكلمهم على جوهره الافعى. في ناس كتير طلبت مني نعرفهم يعني ايه جوهره افعى، هل دي حقيقه هل دي خيال. في ناس كتير شافت فيديوهات وناس بتطلع جوهره الافعى من اي تعبان مؤشرات كبرى او اي تعبان او اي نوع من انواع التعبين. فاحنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنوروا العالم كله حقيقه جوهرة الافعى. زي ما انتم شايفين احنا جايبينكم رسامة مصرية هنا، ماشي، عشان خاطر نوريكم جوهرة الافعى. هل احنا هنلاقوا فيها جوهرة الافعى صحيح او مش هنلاقوا؟ فاحنا ان شاء الله هنطلعوها على الطبيعة قدامكم كده، ماشي، وان شاء الله باذن الله هنوريكم كل حاجة على الطبيعة عشان خاطر مفيش حد يعمل فيديوهات عشان خاطر الخيال يكون المصداقية يعني تكون سليمة ان شاء الله. احنا هنطلعوا لكم رسامة مصرية هنطلعوا منها جوهرة الافعى او هندور على جوهرة الافعى اللي الناس بتتكلم عليها. يا جماعة الكوبرا شرسة برضك جدا، والماسكة دي تكون بإحكام يا جماعة عشان خاطر ربنا يسترها. يا ريت مفيش حد يجددني ولا حد يعمل زيي. يا يحيى شيل الشدة هي، سوي الشدة حطها تحت. سمي يا جماعة اهوت، بسميها اهوت. احنا ان شاء الله باذن الله هنطلعهم جوهرة الافعى المصرية وهنشوفوا دي هل حقيقة ام خيال عشان خاطر محدش يتكلم ياما ومحدش يضحك عليهم. ويا ريت الناس اللي بتتفرج على الفيديو ديت ما تحكمش الا لما تشوف الفيديو للاخر خالص، محدش يعلق على اي فيديو ده خالص الا لما يسمع الفيديو للاخر، عشان خاطر قبل كده في ناس سمعت الفيديو لما قلت لها ده نظامه ان واحد اثنين ثلاثه ايه رجعوا تاني. زي ما شفتوا يا جماعه طلعنا السم الكوبرا المصريه نجا هاجا من الكوبايه، وان شاء الله باذن الله هنطلعهم جوهره الافعى ان شاء الله باذن الله، ونشوف جوهره الافعى دي فين بالظبط في مكان التعبان. تعرفين الكوبرا السهله المصريه الكوبرا السهله المصريه دي يا جماعه من اخطر انواع التعابين في مصر والعالم كله. في ناس كتير ان شاء الله، في ناس كتير بتتعامل مع الكوبرا السامه المصريه باستهتار. يا ريت اللي يتعامل مع الكوبرا السامه المصريه ديت يكون محترف، ويكون ان شاء الله باذن الله يعني ايه يكون يعني عنده حرص شديد، لان هي الغلطه بتاعتها بتموت على طول. لو شايفين يا جماعه اهوت ان شاء الله هنطلعهم جوهره الافعى، جوهره الافعى هنطلعوها ان شاء الله. تعالى يا يحيى نور، تكل على انا اهو فاكر انت مجال، ماشي
يا جماعة إن شاء الله جوهرة الأفعى هي هنطلعوها قدامكم يا جماعة. أهي جوهرة الأفعى. إذا الكاميرا تجرب الناحية دي لأن في حاجة هنا هي هنطلعوها قدامكم هي. أهي يا جماعة طلعت يا جماعة جوهرة الأفعى هي. دي جوهرة الأفعى يا جماعة. دي جوهرة الأفعى اللي أنا حطيتها من قيمة شوية. قعدناها في الكوبرا اسبوع. سيب الجوهره اهي. قعدناها في الكوبرا اسبوع بقت تاكل وتشرب وتغير التوب بتاعتها عادي كان ما في حاجه حصلت خالص خالص. وناس كتير تيجي تعمل الفيديو ده اهوت وتطلع ايه زي ما انتم شايفينها هي نظام صخره سمره بيحطوها تكون الجرح بتاعها لحم من اسبوع ويطلعوا جوهرة الافعى واللي يشوفها يقول لك فعلا طالعه قدامنا وديت حقيقه بس دي خيال يا جماعه وهنحطها قدامكم تاني هي عشان خاطر ما حدش يضحك عليكم. امسك هنا. حط اللي يا جماعه هي فتحه يا جماعه هي الفتحه هي اهي خاشي جوه اهي الفتحه داخل جوه اهي سليم وبتتسكر عليها هنا وبنحط امير او بتخيطها بتقعد 5 6 ايام او 10 ايام لما تلحم كويس والكوبرا سيبها يحيى الكوبرا تمشي تمشي هي وتقوم حالتها تاني ماشي و اللي يشوف الفيديو ده هو يقول ده حقيقه مهما تقنعوا ان ديت حجر احنا حاطينه عشان خاطر نعرفه حقيقه الفيديو الناس بتقول لا يا عم نطلعها قدام عيني نطلعها قدامكم تاني يا جماعه اهوت اهوت نطلعها قدامكم اهي 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 طلعت يا جماعه اهي جوارت اهي طلعناها قدامكم هي جوهرة الكوبرا دي يا جماعة مش حقيقي خالص لأن الكوبرا السامة المصرية يا جماعة زي ما انتم شايفين بتمتلك غدد دي غدة ودي غدة غدد سامة هنا يا جماعة بتوصل بنابين زي السرنجة كده أعفاكم الله وإياكم منها إن شاء الله فركب ما بتعاط بتنزل السم دي الغدد يا جماعه الغدد بتاعتي واحنا ان شاء الله باذن الله احنا عملنا الفيديو ده هو عشان ناس كتير طلبته مني اكتر من كذا شهر بس انا والله الضغط بتاعي انا الضغط بتاعي ان انا تعرفين ان انا راجل صياد لوحدي في البحيره هنا ونسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يوفقني عشان خاطر نتم نعمل العمل الخير ده هو وننشر الوعي للعالم كله ان شاء الله. هتزود حاجه سامي؟ انت بتقول ايه يا سامي اللي انت شفته ديت؟ انا اللي شفته ده كله يعني انا بحب اوضح معلومه للناس برضو ان في معظم الناس نصابين بيستغل الموضوع ده في انهم بيجلبوا الناس الاثرياء الحجر ده موجود فعلا في الافعى ويطلع الحجر قدامه وياخده يستخدمه مثلا ان كان في خاتم او في سلسله او اي حاجه للحليه يعني وبيدفعوا فيها اسعار انا يعني دخلت على النت بسمع اسعار في حجر الافعى اسعار مهوله يعني بيتعامل كله بالدولار يعني بسمع ارقام غريبه جدا فانت طبعا مشكور سيد الطبيعه ان انت وضحت المعلومه دي للناس وريت الناس تقدر المعلومه دي وتعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس وربما ان انت الشير بتاعك والكومنت اللي انت هتعمله يكون سبب في ان انت تنقذ حد ان هو يقع في عمليه النصب دي وفي نهايه الكلام طبعا سيد الطبيعه هيختم معانا الحلقه كان معاكم عبد الحميد الحداد سيد الطبيعه انا كل فيديو بنعمله بنقول ما حدش يقلدني خالص 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 وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس كان معاكم عبد الحميد الحداد سيد الطبيعه لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا